بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الله الهنا اله عظيم، هو اله واحد، وان كان احنا بننادي الاب والابن والروح القدس ولكن في النهايه نؤمن بانه اله واحد. الوحدانيه هي سر الحياه، وهدف المسيح لما جه على الارض كان ان هو يخلينا احنا كمان واحد. الاب والابن والروح القدس واحد في الجوهر، واحد في المشيئه، ولكن هذه الوحدانيه ان احنا كمان نفسنا نعيشها. وهو نفسه المسيح نفسه كده كان بيصلي للاب ويطلب منه يقول ليكون الجميع واحدا كما انا وانت واحد. ومن محبته لما حصلت الخطيه وفصلت السمائيين على الارضيين، نرجع نقولها تاني، جعل الاثنين واحدا، وحد السمائيين مع الارضيين. فهدف ربنا الصلح، المحبه، الوحدانيه، وحدانيه القلب. حتى وان كنا احنا كبشر مختلفين في طباعنا وادوارنا وصفاتنا ومواهبنا وامكانياتنا، ده للاثراء، على ان كل واحد فينا ليه وظيفه، زي أعضاء الجسم كلها بتشتغل في هارموني واحدة، تناغم واحد. ما نشوفش عضو بيتخانق مع التاني ويقول له مش هلعب النهاردة، يعني مش هكمل النهاردة. العين تقول لهم شوفوا بقى مين اللي هيشوف لكم ما دام انتوا مش عارفين امتي. الكلام ده احنا كبشر نعمله مع بعض امتى؟ لما نسيب دماغنا للشيطان يلعب فيها. الشيطان يريد الانقسامات. المسيح نفسه هنا وقف يقول لهم كده، كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. فالشيطان يزرع خلافات، يزرع صراعات، حروب، مقارنات بيننا وبين بعض، مين أحسن ومين أفضل، يكملها بغيرة وحسد، تحزب، ويوجدها بصور كتيرة. الإنسان أولا بينه وبين نفسه يحصل انقسام بينه وبين نفسه، الجسد يشتهي شيء والروح تشتهي شيء، وينقسم الإنسان على ذاته طالما هو مش عارف وعايش ليه. ويعيش ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة عايز ينبسط فيها ويعمل اللي هو عايزه، وساعة ما يقف مع ربنا يبقى قديس وإيده بتنور. طب والحاجات التانية؟ يقولك ربنا ما خلقهاش عشان نتحرم منها. لا، عشان تضبطها يا حبيبي، هي موجودة وهتعيشها وتستمتع بيها في إطار المسموح به. ولكن الإنسان عايز يعيش حياته كلها بلا ضوابط، زي طفل صغير عايز يقعد يلعب طول النهار، مامته تقول له ذاكر، مش حابب، ويقعد يذاكر وفكره في اللعب، وبعدين يقعد يقوم يلعب ويقول طب هسقط أقوم أذاكر شوية، منشق على ذاته. تلاقي الإنسان ده في الكنيسة شيء وفي العالم شيء آخر. هنا تلاقي الهدوء والوداعة والابتسامة اللي على وشه، وبره واحد تاني ما تعرفوش، واحد تاني ما عرفش، تحول كده. الوداعة اللي بتبقى فيه جوه الكنيسة حاجة، وبره الكنيسة يقول لك أصل أهل العالم أشرار لازم تعاملهم بطريقتهم. أنت بتدور على حجة بس لأنك مش عارف تعيش الحقيقة اللي أنت عايشها جوه الكنيسة بره. الخطورة إن هو لو مقتنع بده لا يثبت في جهاده، لأنه بيشتغل شوية مع ربنا وبعدين يعطل ويقف، بعدين يمشي شوية تاني وبعدين يقف ويستسلم بقى ولا خلاص هي شكلها خربانة خربانة. لا، مش خربانة خربانة، لازم تكمل. صورة تانية للانقسام، بيت ينقسم على ذاته، خلافات، مشاكل، صدامات، وكل واحد يقول ايه، محدش فهمني، محدش بيحبني، كله بيقول كده، تفهمش مين اللي غلطان. عارفين ازاي في الشوارع ما نبقى سايقين كلنا عربيات، كل واحد فينا معترض على سواقه التاني، امال مين اللي بيسوق كويس؟ غالبا ما فيش حد، يعني كلنا معترضين على سواقه بعض. يعني اساله اي حد بيسوق كده يقول لك الناس ما بتفهمش، الناس دول ما بيعرفوش يسوقوا، الناس دول، وغالبا هم بيقولوا عليك نفس الكلام. في البيوت بقى لو حصلت المشكله دي، ان ما حدش فاهم غيري، محدش دريان غيري، محدش بيحب ربنا زي في البيت، محدش بيروح الكنيسة غيري، ينقسم البيت على ذاته، ينقسم البيت على ذاته، ويبقوا حزبين أو أكتر. ودلوقتي نشكر ربنا على نعمة الموبايل،
بقى كل واحد جزيرة منعزلة لوحده، حاجة كده يعني تفرح القلب. يقعدوا العيال مع ابوهم، الاب فاتح اللي بتاع عمال بيسكرول في اي حاجة، والعيال نفس الكلام، ولما نتعشى محدش عارف مين كان فين ولا مين قال ايه، ولهم انا قلت لكم، ولهم ما سمعناش، محدش هنا، خراب، وكل واحد في دنيته وكل واحد في ملكوته. طبعا لما تنشأ الصراعات محدش بيسمع حد، الصوت يعلى تلاقي كل واحد يزعق، كل واحد في خناقة. ويرحمنا ربنا، لولا تدخل الله أو حكمة من أحد أفراد البيت يهدى، بس يفكر أن الخراب ده مش في صالح حد. نشوفها كمان في صورة دول بينها وبين بعضها، أو دولة واحدة تنقسم على نفسها في حرب أهلية، أحزاب وعائلات، وتلاقوا حتى في قرى عيلة كذا وما ياخدوش دول من دول وما ياخدوش من دول. صراعات. فين الوحدانية بتاعت البشر؟ جماعة بتوع الرياضة يعملوا لك ساعات حاجات كده، شعار يكتب لك عالم واحد. حاولوا يلاقوا حاجة توحد الدنيا على بعضها، أي حاجة يتفقوا عليها، ويجوا في دول حتى دول يروح رافع لك شعار كده. يا عم ليه؟ والنتيجة خراب على الكل. وحتى الشيطان يمد راسه جوه الكنيسة ويقسمها، يقسم، ومن أيام الكنيسة الأولى انقسموا، أنا لبولس وأنا لأبولس، وبولس الرسول يشد عليهم ويشخط فيهم كده، تحس نبرة حاسمة في رسالته، ألعل بولس صلب من أجلكم أم باسم بولس اعتمدتم؟ احنا لينا إله واحد ومسيح واحد نعبده جميعا، ولكن شاطرين في الانقسامات وفلسفة وتأويل الأمور بطريقة غير اللي عاشتها الكنيسة طول عمرها، ونطلع طوايف وملل وشيع وأحزاب، وجوه الكنيسة الواحد يختلف. هو هدف الشيطان. إزاي نصل للوحدانية؟ المسيح بينشد هذه الوحدانية. إزاي نصل للوحدانية؟ تعالوا نتعلمها من المسيح نفسه. ثلاث نقط هقولها لكم عشان خطر نحفظهم. أول حاجة، وحدانية الهدف. الإنسان عايش ليه؟ لو مش عارف هيمشي في بتاعة ساعة لقلبك وساعة لربك، بيجي الكنيسة بينبسط، ويخرج مع أصحابه ينبسط، ويقعد على القهوة ينبسط، وأي حاجة غلط بينبسط فيها وكله كويس. لكن الهدف فين؟ البيت هدفه إيه؟ المسيح. والزعيق بيخلي المسيح موجود في البيت، الخصام بيخلي المسيح موجود في البيت. لو في وحدانية للهدف، صدقوني حتى المسيح هنا كان بيقول لهم كده، إذا انقسم الشيطان على ذاته مملكته تخرب. ده الشياطين بتشتغل في تناغم غريب. إذا كانت في فضيلة نتعلمها منهم، فضيلة المثابرة الإلحاح، وفضيلة إن هم بيشتغلوا كتيم ورك مع بعض، ما بيحاربوش بعض على فكرة، ما بيحاربوش بعض. واحد يخش لك بخطية، والتاني يخش لك بخطية وراها، والتالت يقضي عليك باليأس، وهكذا فريق. وإحنا لازم يكون لنا هدف واحد. إذا كان الشيطان اللي ما عندوش هدف، لأنه كده كده عارف إنه هيهلك، بيشتغل بالطريقة دي، الأخطر إن إحنا اللي لينا وعد بميراث ملكوت السماوات هدفنا يروح مننا. الهدف إيه؟ بص على الهدف. لو الهدف واحد وتتفق أنت عليه أولا بينك وبين نفسك، فمش هيبقى فيه انقسام جواك. هدفي المسيح، هقدم المسيح في كل حاجة. عشان كده لما يجي واحد يسأل سؤال، ليه المسيح يقول أحبوا أعداءكم؟ هو أنت هدفك تحب، ولا هدفك تنقي مين اللي تحبه؟ الهدف فين؟ ليه بولس الرسول يقول افرحوا كل حين؟ هو هدفك تفرح إمتى؟ لما يحصل إيه؟ لما في أحداث معينة، ولا هدفك تفرح وبس؟ لما يقول صلوا كل حين، هدفك أن يبقى فيه صلاة وتواصل مع الله، ولا هتصلي لما تبقى مبسوط او في حاله روحيه تسمح لك بده؟ الهدف لو واضح هتنفذ الوصيه كل وقت، ومش هتلاقي صعوبه انك انت او يعني انك بتعملها وانت متضرر. مش متضرر ولا حاجه، انا قررت احب، هم بيعملوا، انا مالي بيعملوا ايه؟ انا هتناقشني فيهم؟ انا هعمل هدفع حسابي انا بس. فلما يجي المسيح يحاسبني، مش هيحاسبني عليهم، هيحاسبني على نفسي انا بس. وبالتالي لو الهدف واضح، الإنسان هيعيش في سلام مع نفسه وفي سلام مع الآخرين. يتخانق مع مين؟ أعداؤه. مين أعداؤه؟ ما ملوش أعداء. لما المزمور يقول إذا أحب إنسان الرب
يجعل كل أعدائه يسالمونه. مش ربنا اللي هيعمل كده بس، انت نفسك هتبقى شريك ربنا في الموضوع ده. ما انت اصلك مالكش عداوه مع حد، انت بتحب ربنا فبتحب كل الناس من خلال ربنا، بتحب المسيح اللي ساكن فيهم، بتحب صوره الله اللي مطبوعه على كل بشر، حتى اعدائك. ما قلنا ملناش اعداء، عدونا الشيطان. انا اسال سؤال، لو شفنا واحد دكتور كده عاقل شاف مريض عنده ميكروب خطير، قال الحل علشان نقضي على الميكروب ده ان احنا نموت المريض، هتقولوا عليه ايه؟ فتخيل لو اخوك او عدوك، يعني اللي انت اخوك اللي انت مسميه عدوك، بتقول عليه الشيطان متسلط عليه، الحل نموته عشان نخلص منه. ها، هتموت الشيطان؟ الهدف لو واضح مش هيبقى فيه انقسامات. الهدف ايه؟ عايزين ايه؟ عايشين ليه؟ عايشين ليه؟ اللي اتجوز اتجوز ليه؟ اللي جاي الكنيسه جاي ليه؟ صدقوني ما حد هيتضايق من حد جوه الكنيسه، اصل خد مكاني، اصل زقني وانا بتناوم. زقك ايه وعمل ايه؟ انا جاي اخد المسيح، انا مالي مين زق مين؟ ما اخش وسع له خليه يخش. يعني هي الذبيحه هتخلص؟ يعني اللي هياخد الاول هياخد بونص مثلا؟ مش هتفرق، مش هتفرق. فاول نقطه عشان تبقى فيه وحدانيه ونعيش الوحدانية دي كما قصدها المسيح، الهدف واحد، بصوا للمسيح. وقف يوم صليب أو ليلة صليب بيقول للآب إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. معناها إيه؟ إن الطبيعة البشرية متوجعة، أنتوا عارفين الألم اللي داخل على المسيح. تخيل كده واحد يقول لك بكرة الصبح هناخدك نحكمك محاكمة ظالمة وهنفتري عليك، ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هتكمل بالجلد وهيتفوا على وشك ويتريقوا عليك ويلبسوك اكليل الشوك، ما تقلقش ما تقلقش تقيل جاي. وبعدين هيعروك يلعوك هدومك كده وطلعوك عريان على الصليب ويقولوا عليك مجدف. يمكن انا وانتو ممكن نحتمل، لان احنا نقول طب يمكن عشان خطيتي. طب المسيح ليه؟ رد المسيح بعدها ده بالطبيعة البشرية، فكر فيها كده، قال ان شئت ان تعبر عني هذه، ولكن لتكن لا مشيئتي لكن مشيئتك. وحدانية المشيئة هي اللي خلت فيه الوحدانية، وهي اللي خلت رسالة المسيح تكمل بخلاص البشر. شفتوا الوحدانية توصل لفين؟ للخلاص. والانقسامات هلاك هلاك. والناس تعير المسيح، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب لنرى ونؤمن. تحب أوريكو؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده. لا لا، الهدف واضح، الهدف جاي خلص البشر، مفيش حاجة تعطلني، والمشيئة واحدة. صعبة؟ لو فكرنا فيها على الأقل، الإنسان بينه وبين نفسه عايش ليه؟ لأجل الحياة الأبدية اللي مستنياني، لأجل السماء الحلوة اللي مستنياني، أجل عشرة المسيح. بتصلي ليه؟ مش هتبقى واقف بتصلي ودماغك في حتة تانية. جاي الكنيسة ليه؟ مش هتبقى جاي وانت شايل من حد، شايل من ايه؟ انا ناقص، انا جاي اخد غفران خطايا، انا جاي ادور على خطايا غيري، وانا جاي ادعي عليهم، انا جاي ادعي لهم ربنا يصلح حال الكل ويهدي الجميع. مفيش حاجه تانية اكتر من كده. يبتديها مع نفسنا، ولو لو عرفنا نعملها هتقدر تكملها مع اي حد بره. ازاي اصل الوحدانيه؟ قلنا للوحدانيه، قلنا اول حاجه وحدانيه الهدف، تاني حاجه بالتواضع. تواضع، هو المسيح عمل ايه؟ اخلى ذاته واخذ شكل عبد عشان يقعد تحت رجلين الكل ويغسل رجلين الكل، ولم يأتي ليخدم بل ليخدم. النهاردة في الكنيسة بنحط المسيح في أعلى حد ونمجده ونسجد ليه، لكن وقت ما كان موجود هنا عشان يكمل رسالته كان جاي يعمل ايه؟ يخدم الكل. وسامحوني حتى واحنا جايين نمجده، الطلبات اللي بعتنها شكلها ايه؟ رصة الورق اللي على المسبح دي، برضو جايين طالبين منه حاجات، وهيعمل وهيعمل. متضع متضع، يقبل الكل، يقبل الكل، ما يقولش حد وحش وحد وحش حد حلو. وقال كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا. كل واحد فينا عارف هو عامل ايه، وبيبقى واقف متردد، اتناول ولا ما اتناولش، مستحق ولا غير مستحق، هاخد بركه ولا هاخد دينونه. والمسيح فاتح حضنه على الصليب ويقول لك من يقبل الي لا اخرجه خارجا، رغم انه عارف بعد ما نخرج مننا هنعمل ايه. الوحدانيه ازاي؟ زي قبلنا ان احنا نكون اعضاء في جسده، قبلنا
قابلنا وما يعتبرش واحد فينا بلا كرامة. فيش حاجة اسمها كده، فيش واحد فينا كمالة عدد. هي دي الوحدانية اللي عايزها المسيح. كل عضو فينا، الضافر الصغير عضو في الجسد صح، الشعرايه اللي بتقع دي عضو في الجسد وليها هدف على فكرة، مش مخلوقة كده يعني، مش جاية كده يعني، مش فوق البيعة. ومع هذا المسيح يقول شعرة واحدة لا تسقط بدون إذنه. فلو واحد فينا كان يعتبر نفسه تافه ملوش لازمة قول براحتك، لكن مع الأسف احنا بنعتبر نفسنا شيء. عشان كده ما يكلمونيش بالطريقة دي ويرفع صبعه كده وتحس رئيس وزراء انجلترا مثلا بيكلم. انكر ذاتك شوية، خلي عندك الاستعداد القلبي للغفران، فما يبقاش فيه خصام مع حد. وتيجي الوحدانية من ايه؟ القلب المتسامح. قلب متسامح. واحد بيحكي لي بيقول لي مرة لما كان حد بيضايقه قوي كان يتضايق، وبعدين بعد شوية قرى حاجة كده عن الغفران والوحدانية والتسامح والكلام الحلو ده، فابتدى يتعامل مع الناس اللي بتضايقه دي ببشاشة وببساطة وما يبقاش يتضايق منه. فبعد شوية ابتدوا يتغيروا ناحيته. فواحد فيهم قال له ممكن نبقى أصدقاء؟ قال له لا. قال له ليه تقول كده؟ قال له لأننا عمرنا ما كنا أعداء. ده زودها فوق دماغه يعني. احنا أصلا ما كناش أعداء، ما احنا كويسين مع بعض. ليه تقول لي عايزين نبقى ما احنا أصدقاء؟ هو خد القرار من بدري فنجح انه يخلي عدوه صديقه. خد شوية وقت. المشكلة ان احنا بنعمل ايه؟ نبقى خارجين من هنا عجبنا الكلام، نيجي نجربه مرة نتضرب على وشنا نمشي مش لاعب تاني. لا طول بالك شوية، الموضوع خد شوية علشان توصل للي انت فيه ده. انما الانسان اللي عنده استعداد يتضع. طب مع نفسي بيني وبين نفسي ازاي يكون في الاتضاع سبب الوحدانية؟ الانسان مش منقسم على ذاته، قابل ضعفه، قابل ضعفه. مش يغلط مرة يقولك خلاص انا وحش انا فاشل انا لازم اموت انا ايه. ما تهدى كده. احنا بشر، ليس انسان لا يخطئ. مفيش انسان لا يخطئ، لكن مش مستبيح الغلط، مش مستحلي الغلط. عشان كده لو هو عايز يعيش الوحدانية اذا اخطأ يقدم توبة سريعة، وده الاتضاع يجيب الحتة دي. اما الانسان متكبر يروح لأب يعترفه مرة اتنين تلاتة فشل يقول لك لما ابقى ابطل باب اروح له. نعم، هو معنى انك انت تعالجت مرة ورحت للدكتور بنفس المرض تاني يزعل منك؟ وارد يعني، ودور البرد بناخده كل سنة مرة واتنين وتلاتة يعني، وبنتعالج عادي يعني ما بنزهقش. ما جاش واحد قال لك خليه بقى قاعد دكتور برد لما ابقى اروح ابقى اقول للدكتور، تروح تقول له ايه؟ كنت عين وخفيت. احنا بره المنطق احبائي، بس الشيطان بيضحك علينا بامور تبدو منطقيه. اللي يجيب الوحدانيه وحده الهدف الاتضاع، واخيرا المحبه الحقيقيه. المحبه الحقيقيه مش المحبه العاطفيه. العاطفيه يعني تقدم محبه وتقول كلام لطيف ومستني يردهولك، تطبطب مستنيهم يقولك متشكرين، تعمل حاجة تقولك كتر خيرك. ايه ده؟ دي محبة بأجرة، دي محبة بأجرة. عاملة زي التليفون بكارت شحن، ده كارت الشحن خلص يقولك عفوا لقد نفذ رصيدكم. وفي ناس بتتكلم كده على فكرة، تقولك المحبة بتاعتي خلصت، انت خلصت رصيدك عندي. ده ليه؟ لانه من الاول هدفه مش واضح. الانسان اللي عنده هدف واضح يعرف يقدم محبة حقيقية. شكلها ايه المحبة الحقيقية؟ عايزين تتفرجوا عليها ارفعوا عينيكم فوق كده، بصوا على الصليب وشوفوا كده الآية الحلوة اللي بتكتب تحتي دايما: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. انت بتحب فبتبذل لأنك مش عايزه يضيع، غير كده نمشيها يعني شوية مشاعر رغبة في الحب لكن مش محبة. المحبة الحقيقية ثابتة بلا مقابل مهما كان رد فعل الآخر، مهما كان رد فعل الآخر. تقول لسي كلمته كويس عقلي، هنعذر هنرجع لنقطة نمرة اتنين نتضع ونعذر نقول معلش يمكن كان متضايق شوية. نتيجة يمكن يهدى، يمكن يعتذر، يمكن يتكلم بطريقة لطيفة بعد كده، يمكن يقول لك يا فلان معلش الموضوع الفلاني بيضايقني ما تبقاش تعمله فتعرف هو كان اتضايق ليه. يمكن مع طول الوقت يتعلم المحبة. ما المحبة معدية زي ما الغضب معدي. الإنسان البشوش ما هو معدي زي ما الكشري معدي. شوفوا انتوا عايزين ايه،
ما يزرعه الإنسان يهوى يحصد. هتقدم محبة في يوم من الأيام هتاخد محبة، حتى لو مش من نفس الشخص. على فكرة ربنا بيعرف ازاي يطبطب على أولاده كويس، وبيعرف ازاي يشجعهم كويس مدام واخد القرار انه يقدم محبة. الوحدانية هدف جميل لله الواحد، يحب ان كل أعضاء جسده وكل خلقته البشر اللي خلقهم من واحد هو آدم يكونوا واحد، ما يكونش بينهم حروب ولا عدوات ولا خصومات. نبتدي أحبائي كل واحد فينا مع نفسه، إنه يزيل الانقسام بينه وبين نفسه، ما يبقاش هو شوية مع ربنا وشوية مع الدنيا، ياخد القرار، وإذا أخطأ يراجع هدفه بسرعة ويشوف يعملها إزاي، ونعيشها بالثلاث أمور اللي قلناهم: وحدانية الهدف، الاتضاع وإنكار الذات، والمحبة الحقيقية الباذلة. ربنا يدينا أن احنا فعلا نصير واحد فيه. بالإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.